ما هي جائزة نوبل؟ بالإنجليزية نوبل برايز، وهي أحد الجوائز التي تمنح سنويا من صندوق وضع خصيصا من قبل المخترع السويدي ألفريد نوبل، وتعتبر أحد الجوائز المرموقة في مجال الإنجاز الفكري في العالم. وقد بدأت عندما قرر نوبل سنة 1895 بأن يخصص معظم ثروته كصندوق لمنح 5 جوائز سنوية للأشخاص الذين قدموا فائدة للبشرية في العام السابق، وهي جائزة نوبل للفيزياء، جائزة نوبل للكيمياء، وجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، وجائزة نوبل للآداب، وجائزة نوبل للسلام. وقد تم توزيع الجوائز لأول مرة في الذكرى السنوية 5 لوفاة نوبل، وهي في 10 من كانون الأول من سنة 1901. من هو ألفريد نوبل؟ هو ألفريد بيرنهارد نوبل، ولد في ستوكهولم سنة 1833، وهو عالم ومخترع ورجل أعمال ومؤلف وداعية للسلام، كما أنه حصل على براعة اختراع مادة الديناميت المتفجرة والتي تسمى نيتروغليسيرين، وحصل على براءة اختراع الديناميت أيضا والجيلجينيت. وقد عمل على تأسيس العديد من الشركات، مما جعله ثريا. ومن الجدير بالذكر أنه ترك الكثير من الممتلكات الكبيرة الخاصة به لتأسيس جائزة نوبل. تبدأ عملية اختيار الحائزين على جائزة نوبل في أوائل الخريف من العام السابق من توزيعها، وذلك عندما تدعو المؤسسات المانحة للجائزة أكثر من 6000 شخص إلى اقتراح أو ترشيح المرشحين للحصول على الجوائز، ويقدم حوالي 1000 شخص لكل جائزة، ويتراوح عدد المترشحين عادة من 100 إلى حوالي 250 شخصا من بين هؤلاء المرشحين الحاصلين على جائزة نوبل. أعضاء المؤسسات المانحة للجائزة أنفسهم والعلماء النشيطين في مجالات الفيزياء والكيمياء والاقتصاد وعلم وظائف الأعضاء أو الطب، والمسؤولين وأعضاء الجامعات المختلفة والأكاديميات. وعادة ما يتم الإعلان عن الأشخاص الحائزين على جائزة نوبل في بداية شهر تشرين الأول من كل عام، ويتم توزيعها بعد شهرين من الإعلان، أي في ذكرى وفاة نوبل، بحيث يقوم الملك السويدي بتوزيع شهادة نوبل وميدالية و10 ملايين كرون سويدية لكل جائزة، وذلك في مدينة ستوكهولم في السويد، باستثناء جائزة نوبل السلام والتي تمنح في أوسلو بالنرويج.